السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته مشاهدين الكرام متابعين قناة الشرقية من كلباء، أحييكم وأرحب بكم من خلال برنامجكم أجندة الشرقية اللي نهدف من خلاله إلى جمع كافة الأخبار اللي جرت في المنطقة الشرقية. ويسرنا مشاهدين الكرام أن نقف بأولى محطة لنا من محطات برنامج أجندة الشرقية في مدينة كلباء، المدينة الحاضنة للطبيعة، ومتواجدين مشاهدينا بجانب قلعة الغيل اللي بنعرفكم عليها من خلال تقريرنا التالي، تابعوا. تعتبر قلعة الغيل من القلاع الشهيرة والمعروفة في الساحل الشرقي، كونها تطل على منطقة الغيل والمناطق المجاورة لها، ويناهز عمرها أكثر من 200 عام، وسميت باسم المنطقة الغيل، والتي تعني الفلج، وهو جدول الماء الآتي من العيون المائية، وتقع على تل صخري جبلي يكشف خور كلباء، واعتمد بناؤها على صخور محلية وخشب إفريقي صلب. كما يمكن للرائي وهو على قمة التل مشاهدة الطرق البرية، خاصة وجود التلال والوديان، وترتبط كخط دفاعي مع القلاع المجاورة التي تقع في المنطقة. حسب أقوال الرواة فإن القلعة بنيت على يد علي بن زاهي، ثم أكمل بناؤها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حميد بن حمد القاسمي، وأضاف عند توليه أمر القلعة عدة إضافات، ومنها المجلس وغرفة للحرس والمدبسة التي يستخرج فيها الدبس من التمور، كما تم إضافة إيوان ودورة مياه وغرفة تعرف عند أهالي المنطقة وإمارة الشارقة بالمختصر، وهي خاصة بالاجتماعات مع أفراد القبائل. وفي عام 2001 وبناء على تعليمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تم ترميم القلعة، حيث جاء في المعلومات التي وضعها المهندس المختص أن أرضية ساحة القلعة تنخفض عن مستوى الأرضية الخارجية، وهي تتألف من الصخور الطبيعية التي أخذت من التل ذاته، ويقدر ارتفاعه بحوالي 17 مترا، وقد عرف تاريخيا أن الحصون والقلاع وغيرها من المباني الدفاعية تقوم بالدور المهم في الذود وحماية المناطق ونشر الأمان. رجعنا لكم مشاهدين الكرام من بعد هذا التقرير، أما الآن ننتقل مشاهدينا إلى الأخبار والأحداث والفعاليات اللي حصرناها لكم طيلة أيام الأسبوع في مدينة كلباء. ضمن الاحتفالات بشهر الإمارات للابتكار، نظمت جامعة الشارقة فرع مدينة كلباء فعالية بعنوان كلباء تبتكر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز الناشئة بكلباء في مقر الجامعة، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وسعادة الدكتور سليمان عبد الله بن سرحان والدكتور علي عبيد الزعابي نائب مساعد مدير الجامعة فرع كلباء. تضمنت الفعالية مشاركات عديدة من مختلف مدارس المدينة وطلبة مراكز الناشئة، حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب 60 مبتكر. أنا
أنا الطالبة جمان محمد سعيد من الصف الرابع من مدرسة وادي حلو للتعليم الأساسي. حلقة أولى ابتكرت هذه الساعة وسميتها ساعة كبار مواطنين. هذه الساعة قد تكون ساعة حائط أو يد أو منبه. إضافة لمكونات الساعة الأساسية أضفت إليها إضاءات والسماعة وشريحة البرمجة. شريحة البرمجة يكون فيها التسجيل الصوتي. شريحة البرمجة مرتبطة مع السماعة بحيث حينما يحين وقت الدوات تدق الساعة وفي نفس الوقت تشتغل إضاءات في نفس الوقت يخرج الصوت. هذه الساعة تذكر المريض بنوع الدواء وشكله ولونه حتى يستنى المريض معرفة الدواء المقصود. شهر الابتكار حدث وطني هادف لترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشاريع المستقبلية، بما يعزز الجهود لجعل الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل. بحضور ما يقارب 150 طالب وطالبة من مختلف مدارس مدينة كلباء للخوض في تجارب فريدة، نظم مركز كلباء للطيور الجارحة فعالية بعنوان أصدقاء المزرعة للاستمتاع في رؤية عروض للطيور المختلفة والتعرف على الطيور الجارحة بأنواعها المختلفة. ضمت الفعالية عروضاً ممتعة للطيور المختلفة الأنواع منها البومة والنسر، حيث استمتع الأطفال بمشاهدتها، كما تعرفوا على كل أنواع الطيور من حيث الفصيلة وطريقة عيشهم، وتم عرض قصة ترفيهية بيئية للطلاب، واستمتع الأطفال بتقديم الأكل لمجموعة من الأغنام، وأيضاً استمتعوا بمشاركتهم في مسابقة القفز، وتم إهداؤهم كتب رسم تثقيفية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام من خلال تجولنا في المدن التابعة للمنطقة الشرقية إلى مدينة دبا الحصن. أيضا هذه المدينة حازت على عدد كبير من الأحداث والفعاليات واللي شارك فيها جميع شرائح المجتمع، ولتفاصيل هذه الفعاليات خلكم معنا. متواجدين مشاهدينا الكرام في المركز الثقافي بمدينة دبا الحصن لنشهد مع بعض مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بدورته الخامسة. طبعا في هذه الحلة الجديدة يحتوي المهرجان على 5 عروض، خلونا نتعرف عليها. ب5 عروض تمثل رؤى مسرحيات مختلفة، تطل الدورة الخامسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، بحضور العشرات من رواد أبو الفنون في المنطقة العربية. يعنى المهرجان بالأعمال المسرحية التي ترتكز جمالياتها على الصراع الدرامي بين شخصيتين على خشبة المسرح، ويستضيف 5 عروض عربية، حيث شاركت الإمارات بمسرحية أنا معك لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح من إخراج عبد الرحمن الملا. أما فلسطين قدمت مسرحية بدر والنقيب لفرقة مسرح نعم ومن إخراج إيهاب زاهدة. وسجلت سلطنة عمان مشاركتها عبر مسرحية أحلام أبو سلامة لفرقة صلالة الأهلية ومن إخراج عماد الشنفري.
الاهتمام بالعروض المسرحية التي تقوم على ممثلين اثنين على خشبة المسرح هدف يسعى إليه المهرجان الذي يعكس حرص الشارقة على تشجيع ودعم كافة التجارب المسرحية وتطوير منابرها المختلفة ليفتح دب الحصن للمسرح الثنائي نافذة جديدة أمام أهل المسرح لتقديم إبداعاتهم أمام الجمهور. اختتمت بلدية مدينة دبا الحصن فعاليات أسبوع التشجير الأربعين تحت شعار بيئة خضراء مستدامة بفعاليات وأنشطة منوعة لأطفال المدينة والأهالي، وذلك في إطار حرصها على دعم كافة الفعاليات الوطنية التي تسهم في ازدياد الرقعة الخضراء والارتقاء بالمدينة الفاضلة. ساهمت البلدية بجهود مميزة وفعاليات عديدة تخدم كافة شرائح المجتمع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في المدينة. يأتي ذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية وتعزيزا لثقافة المشاركة المجتمعية التي تسعى البلدية إلى نشرها وترسيخها بين فئات المجتمع كافة، وكذلك لتحقيق وتعزيز معايير التنمية المستدامة وصون الطبيعة وحماية البيئة. إن فعاليات أسبوع التشجير ركزت على تعزيز علاقة الشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع العامة والخاصة ضمن خطة البلدية للتعاون مع كافة المؤسسات العاملة في المدينة من منطلق الحرص على المصلحة المشتركة والتعاون والتكامل بين هذه المؤسسات والحفاظ على الزراعة والحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء وزيادة عددها. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام من خلال تجولنا في برنامج أجندة الشرقية إلى مدينة خورفكان. في هذه المدينة مشاهدينا الكرام أيضا حصرنا لكم عدة من التقارير والأحداث المتنوعة واللي شارك فيها كافة شرائح المجتمع، خلونا نتعرف عليها. انطلق ملتقى الشارقة لمراكز الاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الأولى التي ينظمها تحت شعار نحو تواصل فعال، بجلستين حواريتين تناقشان مستقبل مراكز الاتصال وأبرز الأساليب الفعالة والمبتكرة لتطوير آلية العمل والعاملين في هذا المجال، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان ورؤساء ومديري وموظفي الدوائر الحكومية والمهتمين بمجال الاتصال. هذا هو الملتقى الأول لمراكز الاتصال في إمارة الشارقة. نحن من خلال هذا الملتقى حبينا أن نتعرف أكثر على خبرات الأشخاص في هذا المجال، سواء في مراكز الاتصال الأخرى خارج دولة الإمارات أو حتى
في مجال التكنولوجيا والموارد البشرية واختصاص التكنولوجيا في هذا المجال. فنحن من خلال هذا الملتقى إن شاء الله نخرج بتوصيات ونخرج بمعلومات مفيدة تفيدنا نحن اللي نخدم عن طريق مركز شارقة للاتصال، نخدم فيها كل من يتواصل معنا. فنتمنى إن شاء الله أن يعني نستفيد أكبر استفادة ممكنة من الخبرات التي أتت من كل أنحاء المنطقة لكي نطبقها في مركز الاتصال. تناقش أولى جلسات الملتقى والتي أتت بعنوان الاستثمار الأقوى تمكين القوى البشرية أهمية تمكين الأفراد باعتبارهم القيمة الحقيقية لأي مؤسسة. أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان الابتكار والتكنولوجيا في مراكز الاتصال، أوضحت أهمية الاستثمار في الابتكار لما له من دور في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تكون الأفكار والابتكارات مصادر أساسية للنمو الاقتصادي وميزة تنافسية لمشاريع الأعمال. بهدف الاهتمام بزراعة أشجار البيئة المحلية والتوعية بأهمية الأشجار والغطاء النباتي وزيادة المسطحات الخضراء، نظمت بلدية مدينة خورفكان بالتعاون مع المجلس البلدي بالمدينة مناسبة أسبوع التشجير 40 في منطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان، وذلك بحضور رؤساء ومديري وموظفي الدوائر الحكومية. تم زراعة اليوم الأشجار الموجودة في المنطقة، اخترنا زراعة الأشجار الهمبة والمانجو لما تحتوي هذه المنطقة بكثرة وتكاثر شجر الهمبة الموجود، المانجو موجود في المنطقة، وارتئينا أن تكون هذه الزراعة في هذه المنطقة، وأيضا أن تكون هذه الهمبة أنه يكون بنفس الطبيعة هذه، يعني مش أنه يكون ملقح ومطعم طول عمر لهذا، ولكن اخترنا أن تكون هذه من ضمن السلالة الجبلية. وتم زراعة ما يقارب 100 شتلة في المنطقة توزيعا لجميع المزارع وأهالي منطقة شيص. يأتي يوم التشجير في منطقة شيص لتحدي الظروف المناخية والإصرار على تمكين المشروع الزراعي عبر العديد من المشاريع الكبيرة، كما أن بلدية مدينة خورفكان تتشرف بأنها لا تزال جزءاً لا يتجزأ من المشروع الزراعي الناجح والكبير، ورائدة في دعم النهضة الزراعية بالمدينة، والتي ترسخ قيم الاستدامة في المشاريع الزراعية كافة، والتي تدفع عجلة التنمية الزراعية وحماية البيئة. أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة مبادرة مدينتنا مسؤوليتنا ضمن مبادرة إمارة مستقرة ووطن آمن، وهي من المبادرات التي تخدم استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان والحد والوقاية من الجريمة في مختلف المناطق وأماكن الحراسة التي تركز عليها أعمال المبادرة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه إدارة شرطة المنطقة الشرقية بحضور سعادة العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية وعبيد سعيد الكندي مدير مستشفى خورفكان وممثلي المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية ومختلف وسائل الإعلام وعدد من ضباط الإدارة. نهدف من هذه المبادرة إلى يعني إعطاء جرعات أمنية توعوية لحراس الأمن في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة بهدف تعزيز التواصل معهم، ويعني إعطائهم جرعات بحيث
يعني يكونوا على اطلاع بالإجراءات الواجب القيام فيها في حال وقوع أي أحداث أو بلاغات ضمن نطاق عملهم. كل هذه الجهود اللي نقوم فيها بالتعاون مع الشركاء كلها تصب في تحقيق أهداف رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة. يأتي المؤتمر للتأكيد على اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة على نشر الوعي الأمني في المجتمع وإطلاق مبادرة مدينتنا مسؤوليتنا، يؤكد على أهمية دور حراس الأمن في عملية الوقاية من الجريمة من خلال التعامل السليم مع أي موقف، وذلك بتأهيلهم لعملية المساندة في حفظ الأمن في مواقع تواجدهم. وتشتمل المبادرة على حملات توعوية بمشاركة الدفاع المدني ومستشفى خرفكان كونهم شركاء استراتيجيين في المبادرة، وذلك من خلال تدريب وتأهيل المستهدفين من حراس الأمن في المباني الحكومية والخاصة وإعطائهم جرعة أمنية توعوية للتعامل مع أي موقف. وصلنا معكم مشاهدينا إلى فقرة الدوائر الحكومية، ومتواجدين اليوم في القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارة شرطة المنطقة الشرقية لنتعرف على خدمة من الخدمات المقدمة من قبل الإدارة. وخدمتنا اليوم بتكون طبعا مختصة في ذوي الإعاقة وكبار السن، وبعرفنا عليها أكثر الملازم أول أحمد حسن النقبي. يحياك الله معنا. الله يحييك يا مرحبا بكم. في البداية لو تعرفنا على الخدمات المقدمة عندكم في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ومن ضمنها الخدمات المختصة بذوي الإعاقة وكبار السن. نحرص في القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في مركز شرطة إدارة المنطقة الشرقية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية المتمثلة بالهدف الخامس الذي يتحدث عن المتعاملين، تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة. طبعا نقوم بشكل دوري بتصنيف متعاملين إلى فئات، وذوي الإعاقة وكبار السن يعتبرون من الفئات الرئيسية اللي نحن نخدمهم في مركز إدارة شرطة المنطقة الشرقية. وضعنا العديد من الامتيازات لهذه الفئات على وجه الخصوص. طبعا عندنا من أهم المبادرات اللي أطلقناها في مركز إدارة شرطة المنطقة الشرقية اللي هي خدمة نوصل لك. طبعا خدمة نوصل لك اللي هي خدمة تقدم لهذه الفئات في أماكن تواجدهم، لا يستوجب من هذه الفئات بسبب تقديرنا لهذه الفئات لما لها من احتياجات خاصة. نقوم بإيصال جميع خدماتنا في مركز إدارة شرطة المنطقة الشرقية في أماكن تواجدهم. جميل. نفس ما نلاحظ أيضا عندكم في خارج المبنى أو المواقف، مواقف السيارات، هناك مواقف مخصصة لفئة كبار السن أو ذوي الإعاقة. نحن طبعا نعتبر من المراكز المهتمة في هذه الفئات، كنا من الفئات التي تحتاج إلى دعم مجتمعي متكامل، فنحن أطلقنا مبادرة نوصل لك، ولكن لا يعني إطلاق هذه المبادرة عدم ترحيبنا بهذه الفئات. فطبعا في حالة هذه الفئات تريد أن تحضر إلى مركز تقديم الخدمة فطبعا مرحب بهم، فهناك مواقف مخصصة لهم، فكانت المواقف موجودة داخل المبنى لضمان وصولهم بطريقة سهلة وسلسة لمركز تقديم الخدمة. جميل. لو لاحظنا بعد أيضا في عندكم رقم خاص يعني بإمكان أن الزائر أو المتعامل نفسه التواصل مع هذا الرقم. هذا الرقم إذا تم من كبار السن أو ذوي الإعاقة التواصل مع هذا الرقم، هناك عندكم أفراد مخصصين لخدمة هذه المتعاملين؟
في مبادرتنا وصل لك دائما يكون الطلب على هذه الخدمة من خلال سواء الاتصال الهاتفي أو من خلال رقم الواتساب المعلن عن مركز إدارة شرطة المنطقة الشرقية. يتم طلب أي خدمة يريدها المتعامل من هذه الفئات ويطلب خدمتنا وصل لك، فبالتالي هناك فئة أو مركز خدمة مختص لهذه الفئات يقوم بالانتقال إلى مكان تواجدهم وبالتالي تقديم الخدمات بما يلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم. لو تخبرنا أيضا عن الرؤية الاستراتيجية أو الخطة الاستراتيجية في الإدارة وأيضا الأهداف التي تم وضعها عندكم في إدارة شرطة المنطقة الشرقية. طبعا تسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في مركز إدارة شرطة المنطقة الشرقية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية. طبعا هناك هدف استراتيجي صريح معني بالمتعاملين وهو الهدف الخامس، تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، يعتبر من الأهداف ذات أولوية بالنسبة لنا، وهناك خطط واسعة المجال لتحقيق رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة. وطبعا نقيس مدى رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة بصورة دورية لتحقيق أعلى معدلات السعادة. جميل، كل الشكر والتقدير لك الملازم أحمد حسن نقبي على تواجدك معنا وتعريفنا أيضا بهذه الخدمات. عفوا، والشكر موصول لكم وعلى تواصلكم الدائم. طبعا مشاهدينا، هذه كانت فقرتنا اللي تعرفنا من خلالها على الخدمات المقدمة من قبل إدارة شرطة المنطقة الشرقية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة وكبار السن. أتمنى أن تكون فقرتنا نالت إعجابكم، وإلى اللقاء.